الحمد لله تلقيت دعوة من طاقم التدريبي اللي حط ثقة فيا كلاعب صالح الطاهر، وان شاء الله نكون عند حسن ظنهم ونقدموا الإضافة ان شاء الله باذن الله. ولا الحمد لله سجلت 4 أهداف في مبارتين، ان شاء الله يكونوا في الرسميات ان شاء الله، وكل من مجهود الفريق ان شاء الله نخدموا مع بعض اكثر واكثر واكثر ونساعدوا بعض ان شاء الله ونقدموا موسم طيب ان شاء الله باذن الله. ولا جمهور طنجة غني على التعريف، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله باذن الله نثبتوا لهم وجودنا باذن الله. المباراه القادمه في كازا لا شيء غير الفوز، ان شاء الله نفرحوهم اكثر واكثر ان شاء الله، ونركبوا منصات التتويج باذن الله ونزيدوا نفرحوهم اكثر واكثر ان شاء الله. ولا المعسكر كان ممتاز، لعبنا فيه 3 مباريات، اول مباراه خساره وتعلمنا من الخساره والاخطاء، صلحنا اخطائنا وربحنا 2 مباريات، ان شاء الله نزيدوا ونقدموا مع بعض الرياضيين ونزيدوا ننسزموا مع بعض ان شاء الله ونقدموا الاضافه ان شاء الله.